ناس كتير واقفه جنبني، ناس من اللي شغاله معايا جنب الفلوس ديت. وانا الحمد لله محتاج حاجه، الحمد لله انا بقول لك الحمد لله جالي دعم من السعوديه، واقفين جنبي الشعب السعودي ومن مصر برضو ناس محترمه محوله لي فلوس برضو، بس انا مش عايز حاجه الحمد لله، وهلم نفسي واقف احسن من الاول ان شاء الله تاني بامر الله. الحمد لله رحت بص من الرياض السعوديه وحضرته ودعمت من السعوديه، وبشكر الشعب السعودي كله على وقفته معايا، ورحت لندن معاهم اشتغلت معاهم في لندن، وهنزل لكم الصور على الواتس واوريكم الصور وانا شغال في لندن بعمل اكل لملوك وامراء. الشعب المصري خيره عليا، وهو اللي وقفنا على رجل الشعب المصري شعبي واخواته وحبايبي، انا بحب مصر. كلمه كابر دي انا كنت شغال عند اميره في السعوديه، مخلفه اميره اسمها كابر، فكنت انا بعمل لها الاكل وهي صغيره كده، فتمر فيها العشره وبقول لها كتر خيرك كل سنه وانت طيبه وجيب لك على دماغي. ما تعيطش واقفه معايا ومظبطه لي مستشفى دلوقتي لحد دلوقتي. بنتك على اسمها كابر واقفه معايا لحد دلوقتي والله كتر الف خير. دلوقتي يا عم صبحي الله يخليك، والناس واقفه معايا وكتر خير الشعب المصري على وقفته معايا والشعب السعودي وكل سنه وانت طيب. انا كنت في السعوديه في العيد الوطني بعمل شغل، وخدت ادوني فوق حقي وزياده شويه، ورحت عملت اكل في لندن خدت برضه فوق حقي في لندن والحمد لله، ومسطوره الدنيا والحمد لله. حد متواصل معاك يا بركه دعاك ياما، ربنا معايا، كان نفسي يبقى معايا في النعمه اللي انا فيها. انا بذبح لوكشيب العربي وواقف في السوبر العربي بشكرهم برضه جماعه السوبر العربي. طب ايه حاجه اكلمهم؟ لا 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 المزرعه موجوده وقايمه وفيها بهايم الحمد لله وفي خير ربنا. ما فكرتش ليه تبيع حاجه في المزرعه عشان تحافظ على المطعم؟ لا المزرعه تعبت فيها تعب السنين، محل ادرى محل، اتعلمت ان انا مش على قدي. ما ابتديت الموضوع ان انا اتعلمت استفدت ان انا ما اخشش في حاجه ما اعرفهاش وامشي على قدي. ده اواني بس هو مش يعني اداني دفعه حماس. لا عرفت الدنيا فيها ايه، انا كنت الاول واخد يعني واخد طيب زي النجوم. صبحي كابر بادئ من الاساس. بدايتك كانت ايه؟ باترينا ورصيف وعربيه وقصه كده. ما عندكش مشكله تبدا بدات بعربيه كبده وكفته وفراخ وكفته وفراخ وكباب وستيك ونيفه. اول واحد عمل ورق عنب في مصر انا، اول واحد اخترع الستيك انا. بيقولوني بقى ان هم يعملوا معايا مش عارفه ايه وهيعملوا معايا ايه وسلطوا عليا مش عارفه مين وكده يعني كده. بدر راجل محترم وعنتر راجل محترم واخواته بقى عندهم وضيف عندهم مضيف عندهم اتشرف فيه وليه الشرف. حاج صبحي احنا الحاج احمد بلبع برضه اخو لينا والناس المحترمه برضه. حاج انا كنت في السعوديه في العيد الوطني بعمل شغل، وخدت ادوني فوق حقي وزياده شويه، ورحت عملت اكل في لندن خدت برضه فوق حقي في لندن والحمد لله ومسطوره الدنيا والحمد لله. حد متواصل معاك ولا فرقه تحت ايدك؟ هو كان فرقه كان في ايدي وما بقتش تحت ايدي. قدمت بلاغات وان شاء الله الدنيا ماشيه والمحامين شغاله في الاوضه ان شاء الله. لا لا عمري ما اطلع بره بلدي، ما انا فاتح بره مصر وبطلع مصر وبرجع بقى. انا ما بقتش اقعد بره مصر ثلاث ايام بعيط، انا باجي مصر هنا بسافر واطلع وارجع ابص وطي على الارض بتاعتها وابصها. مصر احسن بلد في العالم، امان استقرار رخص اللي هو الناس اللي كلها فيها غلا. مصر ارخص بلد، اطلعوا بره وجربوا الغلا فيها قد ايه وشوفوا مصر الرخص فيها قد ايه، شوفوا الفرق. مصر احسن دوله في العالم والله، مصر احسن دوله وشعبها احسن شعب. اقول لهم كتر خيركم ومتشكرين ليكم وربنا يا رب يخليكم. وعملت معايا المطعم معايا محمد ومعايا كابر ومحمد ومصطفى وادم ما شاء الله، ومراتي هي اللي واقفه جنب مني وربنا يخليها لي. ناس كتير واقفه جنب مني، ناس من اللي شغاله معايا جنب الفلوس ديت. وانا الحمد لله محتاج حاجه الحمد لله، انا بقول لك الحمد لله جالي دعم من السعوديه واقفين جنبي الشعب السعودي ومن مصر برضه ناس محترمه محوله لي فلوس برضه، بس انا مش عايز حاجه الحمد لله، وهلم نفسي واقف احسن من الاول ان شاء الله تاني بامر الله. امل في ربنا وعيش على ربنا، وهو ربنا اللي يقف مني ويرجعني تاني احسن من الاول ان شاء الله. لا لا اوعى تيأس، لا ولا عمري ما هيأس ان شاء الله. محترمه وست واقفه جنب مني وست رب البيت وست كلامها كله ما بينزلش الارض. الناس كلها بقى لحد ان شاء الله ربنا هيرزقني برزقهم احسن من كده كمان شويه. حاج صبحي بعد ما كنت معلم ما بقدر اشتغل عندهم اديهم لحمه وبتاع وكلام من ده واتعامل في الجاب وكلام من ده، فطبعا ده كده انا شغال ايه؟ شغال كومبارس. انا المطعم ده مش بتاعي بس هو بتاع بس اللي حصل معايا نزلت على الصفحه الرسميه بتاعتي وكل حاجه على الصفحه والمشوار خلاص الحمد لله وربنا معايا ان شاء الله. لا بعت المطعم فعلا 125 مليون 200 وحاجه كنت بستلف 75 وكانت يا جماعه الباقي لميته حاجتي وبتاعتي.